بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خوتي، إن شاء الله راكم بخير. نقول لكم مرحبا بكم في قناة يوتيوب حميد ميكانيك. اليوم راح ندير لكم فيديو فيما يخص واحد الحس يجي في السيارة أكسنت ويجي جهة الروابط الأماميين. الحس هذاك مزعج بزاف، وتحس شغل الدنيا أكل ترعد، وحس يقلق بعد. خوتي كان نسمع من الأخ مول السيارة ومن بعد ندخلوا في الشروحات. الأخ بدرو هو زبون عندي، وصار له واحد الحس في الأمام تاع السيارة تاعو، ودركا يهضرنا عليه ويفهمنا وشن هو. هو في الايام الاخيره هذه تقريبا بعد واحد 10 ايام او 15 يوم ايوا عاد كي نمشي خاصك تطيق شويه حرشه. أيوة. نسمع فيه خبط خاصه في الجهه اليمنى تاع السياره. أيوة. خبط كبير كانه الحديد خاصه في هذه الجهه، في هذا المكان. اسمع لهنايا هنا، ايه خبط حديد. ايه اسمع لهنايا ها في هذه الجهه بعد بالضبط، في هذه الجهه بالضبط. ايه حتى الركاب يتقلقوا بعد من الحس، يقولوا شي كش معروضه حتى نصل ولا حاجه. حديد في حديد بعد. أيوة. خاصك وثاني الحديد الخبطه ذاك بصوره مستمره، مش كما يقولوا وقت ويروح ولا. أيه بصوره مستمره هذا في الطريق الحرشه يبقى في الطريق دائما هي نقولوا يقلقك ويقلق حتى الركاب معايا. الركاب يقولك وش هذا الخبط. أيه. صح صح. المهم هذا الحس يا خويا بدرو، راني درت عليه فيديو مش عارف لا شفتوها ولا لا. وهذا الحس يجي من حاجة اللي هي ربما تتوقعش وما تدخلش في راسكم، وكان بزاف اللي ما يعرفوش يشخصوا. وزيد دركتي نزيد نخليكم من مع الأخ بدرو واش قالوا له كل واحد واش يقول له. أنا سقسيت في الجهة هذه، سقسيت انا اول حاجه صراحه باش نكونوا صراحه مش قاعد الحاج عمي حميد حذايا والله، سقسيت ثلاثة ميكانيسيان بلا قبل ما نروح الحاج. يعني صراحه ما هو اللي يخدم لي سيارتي هو الوحيد. قال لي عندك مرسور مفلك، قال لي عندك الاخر تريونجل رايح، قال لي عندك هذيك واش اسمها البياله ولا مش عارف البيالات رايحين. كل واحد يقول لي انا بعدها رحت رجعت العمي عبد الحميد. أيوة. قال لي اول حاجه قال لي نروحوا ما نروحوش مباشره للحواجري. قال لي اول شيء جيد نديروه قال لي روح الكونترول تكنيك. قلت له اول حاجه كونترولي لي جيب لي البورسونتاج تاع لي مارتشير هذه حاجه. بعد ما جبت الاخر لقيتهم لقيناهم ملاح مباشره. عبد الحميد راح للسبب الا هو هاوس يدفعك مع عبد الحميد. خوتي السبب هذا هو بسيط يا اخي، ديما نوصيكم نقول لكم كي تصير حاجه في سيارتكم كما يقولوا بالقوريه بات بانيك، بشويه بالعقل برك، وما تقعدوش تسقسوا ياسر خطرش رايحين بزاف يودروكم. واحد صاحبك ولا حبيبك ولا جارك كل واحد وش يقول لك، ورايح تخسر ربما دراهم بوريا. هي الخبط هذاك منين يجي لهنا، يجي من الروضه لهنايا ويجي من ليتري تاع الفران، يجي من الصابو اللي راهو لداخل تاع الفرانات وين يلزقوا لي بلاك. خاوتي هذا هو الليتري وين يلزقوا البلايك بعد يدير الحس. وساعات كي تخبطوا كي نخبطوا الروضه راك تسمعوا هاو مازال يدير فيها الحس هذا. هاني نخبط في الروضه اسمعوا الحس واش راه يديرها. المتهم هو هذا الليتري اللي يحكم لي بلاك. هذو لي زاكس تاع الليتري، هذو لي زاكس هما اللي يموتوا. وساعات شمام الثقبه اللي يدخل فيها هذا لاكس ثاني توسع ويعود كاين الحس هذاك. هو في الحقيقه ما يدير والو، نقولوا باش كاين خطر ما كانش. واش كاين النسبه تاع في الفريناج في الفرمله، النسبه تاع باش تكون 100% ما تكونش، يفقد السياره تفقد النسبه تاع الفرمله تاعها، يعود كاين امو بفريناج. هذه من جهه، ومن جهه اخرى
حس مزعج لي قوي ويقلق بزاف. الشيء اللي ننصحكم به هي كي تروح للميكانيسيان شوفوا قعد تشوفوا كي يعود يخدم لك ما تخليهش يدير لك هنا اخرين يديروا في الثقبه يدير راديو يحكم راديو تاع اللي نديروا عند الطبيب ينحي منه شويه ويدك كل هنايا في الثقبه ويدير هكذا. هذيك واش راح تدير لكم؟ راح تدير لكم مشكل كبير راح تكوانسي لكم بعد ما ايامات انت ما تحس بوالو تروح الخبطه حتى تقول راني تهنيت بصح واش يدير؟ يدير مشكل اخر يعود هذا التريي ما يعود ما يخدمش خدمته ما يعودش يروح ويجي وينشف عليه هذاك الراديو يبس ويكوانسي لكم ما يخليش التريي يخدم ويعود لي بيستون اللي راهو الداخل هذا يعود يفرمي بزاف على لي بلاك وتعود الروضه تسخن وهذيك الساعه واش يتلف لكم هذيك الساعه يتلف لكم الديسك اللي راهو لهنايا الديسك تاع الفراء يتلف والروضه تعود تسخن وقادر يتلف لكم حتى الرولمو تاع المايو اللي راهي لهنايا. خوتي هي نقولوا الدواء تاعو راهو ساهل احكموا ديروا في الثقبه لا ما عندكم اموركم ما تسمح لكمش بس بدلوا اتري كومبلي احكموا ديروا في الثقبه وين يدخل هذا لاكس ديروا شويه اغريس منا ومنا في الجهتين شويه اغريس وركبوا لي بلاك تاعكم وركبوا الاتري تاعكم ان شاء الله هذاك لاغريس واش يدير شغل كومبريسيون شغل يدير ضغط شغل يعود يدز في لاكس هذا شغل باش يخرج هذاك الحس يروح وشن هذه نقولوا باش ديبانو رواحكم قادر تحكمكم شهرين ثلاثه عاودوا ديروا هذا مكان ولا كل ما يموتوا لي بلاك عاودوا ديروا شويه اغريس ولي كما قلت اموره لاباس بها اشري ديريكت اتري كاين خاوتي حوايج يقولهم لي كونسومابل عندهم مده تاع عندهم عمر احنا نحبوا بالبياس يجيبونا طول عمرنا هي ما كانش منها خويا بدل السياره تاعك شراي ماشيه في الكيلومتراج 220000 هذه سياره ماشيه 220000 تخيلوا هذه البياسه قدش فرمالات خطره في مده تاع 220000 من 2014 هو يفرمل قدش خدمت هالبياسه هذه البياسه راهي تموت وفبا الواحد كي يقول لكم بدلوها شو قلت تجيكم مغربه راهي تموت هي كما البياس تاع المحرك اخر خوتي قبل ما ننسى كاين حاجه اخرى نزيد ننبهكم بها سرتوا لا عاد كاين الخبطه هذه اعرفوا باللي لي بلاك تاعكم ثاني كي ينقصوا هذو لي بلاك كي ينقصوا كي يموتوا يولوا ثاني يديروا في الحس يولي لتري يدير في الحس ولا لاحظتوا كي تركبوا بلي بلاك جدد ينقص الحس هذه من جهه كاينه حاجه اخرى فكرني فيها خويا بدر هو هذو لي زاكس راهم كاينين يتباعوا جدد تقدروا تشريهم وتركبوهم واش نحوسوا عليهم شويه ناقصين واش كاينين هذه هي خوتي في الاخير ان شاء الله راكم استفدتوا من هذا الفيديو ونقول لكم ما تنساوش نزيد ناكد عليكم ابونيو اشتركوا في الصفحه فيسبوك حميد ميكانيك راكم تلقاو رقم الهاتف كاش ما تحقوا ولا استفسار كلموني راح نجاوبكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو اخر ان شاء الله.